لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيى وهو الخالق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول والله احنا الزيارة طبعا بنزور الغالي اخويا المرحوم عماد خليل سليم مهدي، اول عيد يعني نفتقده فيه احنا، والفقدان صعب يعني فقدان غالي يعني وشاب في عز شبابه، وقد ما اوصف لك الشعور يعني صعب جدا، والحمد لله يعني والله يعني الليله ما نمناش واحنا ننتظر النهار يطلع على سبه نيجي نشوفه ونزوره ان شاء الله، والحمد لله الحمد لله على كل حال يعني هم السابقون ونحن اللاحقون.